من الواضح ان هم هيكون يعني في نيه لتحكم اكثر في الحياه السياسيه من وراء الستار، لان يعني الحكم كان عسكري من ثوره يوليو حتى منتصف عهد السادات، ثم تورى العسكر وراء الستار وتحكمون برضه في الصناعه والتجاره والزراعه وما شابه، ولكن في رئيس ببدله مدنيه ولكنه برضه عسكري، فطبعا ده مش هيكون بسهوله يتم التخلي عن كل سيرتهم بس يبقى صعب ان احنا نتخلي عن كل هذا يعني، وخلاص يبقى رئيس مدني هو اللي يحكم ويحاسب الجيش ويشوف الميزانيه والكلام ده كله. فبالتاكيد هيكون في تدخل من اجل وضع مبادئ او مواد تدي سلطه، بعض السلطه للمجلس العسكري او للجيش بصفه عامه. فاحنا موجودين وبنحاول، ومحتاج برضه اكرر اللي قلته امبارح، محتاجين تواجدكم معانا ومحتاجين ضغطكم معانا ومحتاجين وحدتكم مع بعض. قلت امبارح وبكررها تاني، محتاجين جدا لوبي مصري ومحتاجين جدا لوبي عربي يساعد المصريين ويساعد العرب من هنا، عشان يعني نلاحظ وحضرتك ان في زملاء اتكلموا النهارده ان في موافقه تامه من السلطه من الحكومه الامريكيه على كل ما يفعله المجلس العسكري، فدوركم مهم جدا ودورنا ان شاء الله في فصل. شكرا.